اليوم رانا متواجدين هنا في ملعب اوت، انا نشوفوا الانصار تاع شباب الوزداد جاوا لهنا يعني باش ياخذوا صور تذكاريه مع كاس الجمهوريه قبل نهائي كاس الجمهوريه اللي راح يكون مع مولوديه الجزائر. وشنو هي توقعاتك لهذا النهائي؟ اول تحيه طيبه للمشاهدين قناه تاع تيفي تاعنا، شكرا جزيلا. طبعا بصفتي معلق رياضي في القناه الاولى لاكثر من 40 نهائي تقريبا يعني ما بين مشاركات وتعاليق رسميه. اليوم النهائي متميز 2023/24 يجمع بين فريقين كبيرين، بطل الجزائر المولوديه وبالوزداد هو الوصيف بالنسبه للبطوله. وعليه فاللقاء سيكون له بصمه متميزه بالنسبه لملعب 5 شبيليا بحضور شخصيات متنوعه وعرضه رئيس الجمهوريه. وذلك نتمنى فقط ان تكون هذه المباراه مباراه القرن صح التعبير، لان مباراه القرن صح التعبير نسمع جيل جديد، لان زمان عشنا جيل الماس، جيل عاشور، جيل صلاح عبد الحميد وغيرهم من الاسماء الكبيره. اليوم جيل اخر، ولذلك نقول فالمولوديه والشباب سيقدمان مقابله يعني تبصم ببصمتهم التاريخيه كفريقين كبير اصحاب القاب واصحاب جاه واصحاب روح رياضيه عاليه. هذا ما نتمناه ان شاء الله وشكرا. بالنسبه نقوله هو هذا اول نهائي في تاريخ كره القدم الجزائريه بين شباب الوزداد ومولوديه الجزائر. اعطينا انت بالخبره نتاعك التوقعات تاع هذه المباراه، شكون اللي يربح تشوف مولوديه لانها راهي متوجه بهذا اللقب لهذا الموسم، ام شباب الوزداد المتوجه بنفس اللقب لاربع مرات على التوالي في السنوات الماضيه؟ طيب مقابله مثل هذه تتطلب اولا ان تكون حاضر ذهنيا، تكتيكيا، بدنيا، ثانيا تبتعد عن الغرور، تحاول احترام الخصم وتلعب بروح رياضيه عاليه مع استغلال الفرص المتاحه من حين لاخر. ربما هذه بعض العينات التقنيه، يعني لست تقني ولكن كمعلق رياضي تبقى دائما المقابلات تلعب على جزئيات بسيطه، والفريق الذي يكون محضر ذهنيا وبدنيا بدون شك سيكون هو الفائز في المقابله. ونتمنى في الاخير الروح الرياضيه هي الفائزه في ملعب 5 جويلية الذي كنت من الاوائل الذين فتحناه في السبعينات امام الرئيس هو المحمود رحمه الله، وكنا من الاوائل الذين قلنا سيدتي وزتي من 5 جويلية. واليوم نعيش نهائي من اروع ما يكون، سيكون بين فريقين كبيرين وهما ابناء العقيبه بالوزداد وابناء باب الواد مولودي الجزائر. وشكرا للجميع، وروح الرياضيه هي الفائزه بحول الله.